معكم، ولكن يلا سلام، جهزت لنا العنود الطعامي تقرير جميل جدا يفتح النفس أول ما راح تشوفوا هذا التقرير، وهو عن أشهر المدن الخضراء حول العالم. يلا نروح نشوفه. بدأت معظم دول العالم الاتجاه إلى إنشاء وجعل مدنها مدن خضراء وصديقة للبيئة، وتعني الاعتماد على التنمية المستدامة، أي توفير متطلبات الحاضر دون الإضرار بمتطلبات المستقبل. وإصلاح مدن خضراء يتطلب عدة أمور، منها تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة لما بها من ملوثات، وتوفير وسائل نقل أخرى آمنة، وتوفير ممرات مشاة وغيرها. خلونا نتعرف على أشهر المدن الخضراء حول العالم. مدينة ريكافيك بأيسلندا تعد أنظف مدينة في أوروبا، وهي رائدة في مجال التنمية والتكنولوجيا الخضراء. حافلاتها تعمل بغاز الهيدروجين، وحرارة المدينة وطاقتها الكهربائية تشتق من الطاقة الحرارية الأرضية المستدامة. وللتشجيع توفر المدينة مواقف مجانية للمركبات الصديقة للبيئة، وممرات واسعة للمشاة لتشجيع المشي. مدينة مالمو بالسويد طورت مالمو نشاطها لتصبح واحدة من أهم المدن الصديقة للبيئة، وأصبحت رائدة في مجال المصادر المتجددة، وزاد الاهتمام بحدائقها. مدينة فانكوفر بكندا 90% من المدينة تعمل بالطاقة المتجددة، وهي رائدة في هذا المجال، وتستخدم الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية بكفاءة، مع أكثر من 200 متنزه، وهي واحدة من أكبر مدن كندا. مدينة كوبنهاجن بالدنمارك تعد مدينة الأحلام، وهي في مقدمة المدن الخضراء، وقد فازت بعدة جوائز لاستراتيجياتها في التخطيط البيئي على المدى الطويل، وهي واحدة من أكثر المدن ملائمة للعيش في العالم. مدينة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، وهي واحدة من المدن الأولى التي حظرت استخدام البلاستيك والأكياس البلاستيكية الغير قابلة للتدوير، وهي أيضا رائدة في مجال المباني الخضراء. العيش في واحدة من هذه المدن أكيد بيكون مريح. يلا خلونا نجرب. يلا سلام، عنود الطعيمي لبرنامج ساعة شباب. الله، يعني ما أعرف صراحة شو أقول، هو مريح وبس، بس العيش في هذه أو بعض هذه المدن صعب. ما نقدر نبعد عن جدة الحب وعروس البحر الأحمر. عموما مشاهدينا مكملين معاكم، وشباب يواجهوا السمنة بالتوعية حيكونوا معانا إن شاء الله بعد الفاصل.